أخي بكل صراحة، أنا لا ألوم العامة، لا ألوم العامة البسطاء في المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية أو حتى الغربية الذين يسمعون ويتتبعون هذه القنوات. لماذا؟ لأن هي زي ما قلت لك تتبع استراتيجيات علمية معروفة. من ضمن هذه الاستراتيجيات مثلا تحفيز مشاعر الخوف والذعر لدى الجمهور. شوف أنت الآن أحمد المسماري اللي ذكرته، كل ما يطلع ويتحدث عن إرهاب، الإرهابيين، الإرهاب، الإرهابيين، القنوات، اغتيالات، تفجيرات، طبعا هذا إيش يدير؟ هذا يخلي الخوف يسيطر على عقول الناس. الدراسات الحديثة تقول أن العقل البشري عندما يخاف يصبح تحت ضغوطات كبيرة، فأنت تستطيع تمرر أي كذبة، أي مبالغة، ولا يستطيع أن يقاوم هذا الأمر. لذلك أنت شفت في التسريب بتاع محمود المصراتي يقول له ركز على